هذه الشيلة مهداة من أم فالح لجاراتها. يا هاجي سيحضر لي يا النادراتي أبيات فيها ريحة الشاذلية أبات تفنن بالقصد لجاراتي أهديه النبيات القصايد هدية يا هاجسي حضر لي النادراتي أبيات فيها ريحة الشاذلية أبات تفنن بالقصيد الجاراتي أهديه نبيات القصايد هدية وش هي حياتي أنا جاراتي غير كل البرية بقلوبهن والله عارف غلاتي لا جيتهن زاد ترحب فيا أهديهن الفرحة وضحكات شفاتي لو عشت عمري بشقى ولا سيا جارات نظر عيني وحياتي غناتي أنا حزامك فالأمور دايم في صلاتي رب السماء والبيت يحفظ كليا أهديهن الفرحة وضحكة شفاتي لو عشت عمري بشقى ولا سيا لو عشت عمري بشقى ولا سيا يا هاجتي حضر لي النادراتي أبيات فيها ريحة الشاذلية أبات تفنن بالقصيد أهديهن أبيات القصايد هدية معاهن الجلسات تسبب هناتي يرتاح قلب كل ما قل جاراتي أحبهن والله حبي لذاتي الواحد المعبود يشهد عليا من دونهن يا ناس وش هي حياتي أنا جاراتي غير كل شقا ولا سيا جارات نظر عيني وحياتي غناتي أنا حزامك فالأمور القوية أدعي لك الله دايم في صلاتي رب السماء والبيت يحفظ كليا أهديهن الفرحة وضحكة شفاتي لو عشت عمري بشقا ولا سيا لو عشت عمري بشقا ولا سيا 0500332559